السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم عن تجربة جديدة اللي هي كشف عن عملية النتح. دي عملية حيوية، يعني بتحصل في النبات، اللي هي خروج بخار المية من الثغور اللي هي الفتحات الموجودة في أوراق النبات، سواء من على السطح العلوي أو السطح السفلي. هو في على الاتنين، ده اللي هنشوفه، وعايزين نتأكد إن المية دي مصدرها ورقة النبات مش أي شيء تاني. عشان نكشف على نعمل التجربه دي ليها اكتر من طريقه. التجربه الاولانيه باستخدام ورقه كلوريد الكوبالت، دي ماده كلوريد الكوبالت. طبعا هنا لما نيجي نبص على الاوراق هنلاقي ان معظم النباتات او اغلبها الثغور بتبقى موجوده بكثره على السطح السفلي، السطح العلوي اما ما يكونش عليه ثغور خالص او بتكون قليله جدا، وده هنعرف ليه دلوقتي. الورق اللي بنستخدمه ورق الكوبالت ايا كان شكله، ممكن يكون ده جزء من ورق الترشيح، بنغمسها في محلول الكوبالت، ده لونه ازرق في عدم وجود الميه، اول وجود الميه بيديله اللون البينك او اللون المحمر شويه، يبقى تغير اللون من الازرق الى اللون الاحمر، ده دليل وجود الميه. التجربه بتتعمل باكثر من شكل برضه هنا اللي هي ورقه كلوريد الكوبالت، يعني اول تجربه مثلا هنا اول شكل ممكن بنحط، بنجيب قصصين نبات والشكل الثالث هنا فاضي، وبنحط الناقوس الزجاجي اللي موجود هنا عشان نعزله عن الرطوبه اللي موجوده بره. النبات هنا لوحده، هنا النبات معاه ورقه كوبالت كبيره حاطينها على الزجاج، هنا ورقه كوبالت بس بدون النبات، وهنعرف ليه. بعد فتره من الوقت وهو في الشمس او في الضوء بنلاقي ان في تكثف قطرات من الميه على الناقوس ده. طيب نسيت اقول ان لازم القصصين دول لازم نكون مغطيين التربه بورق فويل او باي شيء اخر عشان نضمن ان الميه اللي هتخرج مش نتيجه البخر. امال ايه البخر وايه النتح؟ البخر هو خروج الميه او تصاعدها نتيجه الحراره من اي سطح، اما النتح ده بيحصل لازم من النبات نفسه، يعني عمليه حيويه يعني. المهم بنغطي السطح بتاع النبات بالشكل، سطح التربه بالشكل ده كده. بعد فتره بنلاقي قطرات ميه هنا، وعرفت منين ان هي ميه؟ انها حولت ورقه كلوريد الكوبالت دي للون البينك او اللون المحمر، في حين ان عدم وجود النبات ما غيرش من اللون بتاع الورقه الكلوريد الكوبالت في الناقوس الفاضي ده، وده عشان ناكد ان ما فيش بخار ميه موجود. ايه؟ موجود هنا. دي تجربه، يبقى تحول اللون الى اللون الاحمر ده دليل خروج بخار الميه من النبات. طبعا عايزين نتاكد بقى انها من الثغور، ونقارن ما بين السطح السفلي والعلوي، ده هتلاقي له فيديو موجود هنا، ده معمل افتراضي وهنشوفه حالا دلوقتي، وده فيديو الروابط بتاعتهم هتكون تحت التوصيف في الفيديو يعني، وده معمل افتراضي اخر. طب تعال نشوف مع بعض نعمل التجربه ونشوف المعمل الافتراضي مع بعض كده، يلا بينا يلا بينا. ادي المعمل الافتراضي هنا، هنا بقى بنشوف، بس مش بنشوف كمان النتح فقط، لا ده احنا هنشوف المعدل الريت، المعدل بتاعه. هنا عطيني ثلاث اشكال من النباتات اللي هو اللايلي والابل، نبات التفاح، نبات الطماطم، ايا كان يعني. طيب بيقول لي ابدا، طبعا هو هنا بيديني دليل، بيقول لي ان اللون الاساسي بتاع ورق الكوبالت، طبعا هنا في زي ما انتم شايفين ورق الكوبالت اهو، لو انا عملت كده تمام عشان اهو ادي ورق الكوبالت حطوه على ورقتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين، يبقى اللون الازرق ده اللون الاساسي اللي انا بادئ بيه التجربه، لو في ميه هتخرج هتتحول الى اللون الاحمر. انا اخترت النبات ده وباجي بقول له ايه؟ بقول له بروسيد، يعني كمل. بيبتدي يحصل ايه؟ ادي الورقتين مركز لي عليهم لونهم ازرق بالشكل كده، دي الابر سيرفيس يعني ده السطح العلوي للورق، دي عباره عن شريحه زجاجيه وحاطط ورقه كلوريد الكوبالت من 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 تحتها، طبعا حاطط ورقه الازاز عشان الميه ما تجيش من الهواء، من يبقى اذا السطح الوحيد الملامس للورق كلوريد الكوبالت هو السطح العلوي. هنا نفس الشيء بالنسبه للسطح ايه؟ السفلي للورقه. تمام؟ طيب عايز ابدا التجربه عشان هيعمل لي العداد هنا بالشكل ده كده اهو. بعد زمن من الوقت 5 دقائق 10 دقائق، بصوا ايه اللي هيحصل. بعد ربع ساعة الورقتين اتحولوا اهو زي ما احنا شايفين الى اللون البينك، يبقى معنى كده ان في ثغور موجودة على السطح العلوي والسطح السفلي، وهنا بيقول لي اهو الريت الاتنين اتحولوا في نفس الوقت وفي نفس الزمن، يبقى اذا عدد الثغور اللي هنا قد عدد الثغور اللي هنا. طب ده في نبات الليلي. طب نشوف النبات التاني التفاح بالشكل ده كده اهو، واقول له بروسيد، برضه نفس الشيء، هنا هيبقى ده السطح العلوي الفاتح ده، ده السطح السفلي الغامق، واقول ستارت يبتدي يعد الزمن بتاعي التايمنج بتاعي اهو بالشكل ده لغايه لما ابتدي اشوف ايه اللي حصل. السطح السفلي بس هو اللي اتحول اهو بالشكل ده كده، يبقى على السطح اللي هنا بعد 15 دقيقة ده كان اتحول بالكامل، معنى كده ان هنا عدد الثغور
اكتر، وهنا يمكن ما فيش سقوط خالص. ليه؟ لان حتى ما فيش حصلش اي تغيير من اللون في الورق الكوبالت اللي هنا. طب نشوف نبات الطماطم، ده نبات اخر، واقول له بروسيد، برضو نفس الشيء، ادي الورقتين بتوع الكوبالت، ادي الورقه العلويه وادي الورقه السفليه بالشكل ده كده، واقول له ستارت، ابدا، بيبتدي التايمنج بتاعي بالشكل ده اهو. اهو ده الورقه السفليه اللور سيرفيس ابتدت تتحول بعد 15 دقيقه، كان اللون احمر بالكامل، دي عشان تتحول للون الاحمر قضت تلت ساعه. معنى كده ان الاثنين فيهم صغور، بس هنا اكتر من هنا. يبقى شفنا ثلاث حالات، يبقى الحاله الاولانيه كان الصغور سطح سفلي وعلوي الاثنين زي بعض، الحالة التانية كان السطح السفلي فيه صغور، السطح العلوي ما فيهوش خالص. خلاص؟ هنا لا، السطح الاثنين فيهم، بس السطح السفلي كان فيه عدد صغور أكتر من عدد الصغور في السطح العلوي. وعرفنا منين؟ إن ده خد وقت أطول عشان المية إيه؟ تقدر تحول إلى اللون البينك. وبكده بنكون انتهينا من شرح وتوضيح خاصية وظاهرة النتح، اللي هي خروج بخار الميه من ثغور اوراق النبات سواء من السطح السفلي او العلوي. وليه بقول الاثنين؟ زي ما احنا شفنا ان بيختلف من نبات الى اخر. دي طريقه ورق الكوبالت. هل في طريقه ثانيه؟ في طرق ثانيه هنشوفها في تجارب اخرى ان شاء الله. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وان اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء او سمعه. والى ان نلتقي في فيديو قادم بمشيئه الله، اترككم في رعايه الله وامانه، وما تنسوش بفكركم ان هيبقى في معمل افتراضي تحت في الوصف، يعني في فيديوهات عاديه وفي معمل افتراضي اللي انا عملته قدام حضراتكم ده، عشان تقدر كل طالب وطالبه انها تجرب بنفسها كانها عملت التجربه في المعمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.